كمان واحنا بنتكلم على الحفاظ على البيئه لازم يكون في عندنا حفاظ على الصحه العامه، وازاي نقدر نحافظ على صحتنا ونكون بناكل كويس، هو ده اللي هتقوله لنا الشيف رانيا القاضي اللي موجوده معانا النهارده. اهلا وسهلا بيك يا رانيا. ازي حضرتك يا استاذه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. عامله لنا ايه النهارده يا رانيا؟ النهارده عاملين منيو حلو جدا، عاملين الارنبيط المقلي المقرمش، وعاملين كمان غموس البتنجان كده ظريفه جدا، وعاملين سلطه طماطم مخلله، وعاملين كمان كيك بصوص الشوكولاته سهل جدا، وكيك كمان اقتصادي جدا ومكونات سهله وبسيطه قوي. كويس والله. بصي يا رانيا دايما بتعمل الحاجات الاقتصاديه والسريعه والسهله، وبان احنا كمان في ظروف اقتصاديه طبعا على مستوى العالم كتيره، فده يعني اكلات صحيه طبعا ومفيده وكمان مغذيه. طبعا هتكوني معانا على مدار الساعه ونص يا رانيا ان شاء الله. طبعا الاكل الصحي برضو مفيد، وعلى فكره برضو هو صديق للبيئه لما بيكون صحي، لما بيكون في البيت. ازاي بنقدر ان احنا نعمل كل حاجه في البيت بشكل وبصوره جيده؟ وده اللي بتحاول تقدمه لنا كل مره الشيف رانيا القاضي. اهلا وسهلا بيكي يا رانيا معانا. اهلا بحضرتك يا استاذه. الاكل النهارده ريحته تحفه تحفه ومفيد. مفيد قوي. كل ده ان هو مفيد جدا. سريعا يا رانيا قولي لي، انا عايزه اعرف السلطه دي عشان هي بهراني بصراحه. غموس البتنجان دي وصفه سهله جدا وبسيطه. بتنجان بنجيبه بنقشره كده زي ما انتم عايزين بسيط، يعني في يعني نخلي شويه فايده من القشر كده عشان ما يشربش زيت. وبنقطعه مكعبات صغيره وبنقليه في زيت سخن وبنطلعه على مناديل المطبخ. وانا بقليه المفروض ان انا قبلها بحطه في ملح او حاجه؟ بندي عليه كده رشه ملح ورشه بسيطه كده من الدقيق عشان ما يشربش زيت. طب قولي لي بحطه في ميه ولا الملح بس؟ لا لا ملح بس لحد ما ينزل ميته، وبعد كده قبل ما نقليه بنبتدي ننشفه بمناديل المطبخ عشان ما يشربش الزيت. تمام. بالظبط. هنقليه وبنجهز له التتبيله بتاعته، ثوم مفروم وشرايح من الفلفل الحامي ورشه شطه وكمون وخل، شبه شويه المسقعه بس مش بس فيها صلصه وما فيهاش تسبيك وحاجات كده، حاجه كده على الناشف. بالظبط. جميله جدا، يعني هي طعمها مقارب برده للمسقعه بس ما تعملش حرقان قوي يعني كده للناس اللي بتضايق من المسقعه. رانيا قبل ما نكمل اللي هنتكلم عليه، انا شايفه عشان احنا بس الزيت على النار، قولي لي كده بقى احنا دلوقتي هنعمل الارنبيط. انا معايا هنا كوبايه من الدقيق. تمام. وعليهم معلقتين من النشا. كوبايه دي ومعلقتين نشا. بالظبط. تمام. ومعايا هنا للارنبيط بتاعي 2 عدد بيض، ودول كفايه جدا. في ناس بتحب تكتر البيض، يعني مش هيكون بقى وهيكون مكلف. وده هيقضي نفس الغرض. ومعايا هنا شويه من اللبن، يعني حوالي كده. هنبتدي بقى نقلب. تمام كده. احنا مش عايزين القوام يكون سايل قوي. ولا سايل ولا تقيل. بالظبط. هننزل بقى. هو كل ما هيتقل معايا رانيا هيعمل لي كثافه في الزيت. بالظبط. فانا عايزاه ابقى خفيف. يبقى ماشي. حطينا هنا كوبايه دقيق، عليها معلقتين من النشا، وبيضتين 2 عدد بيض، وكوبايه الا ربع من اللبن. هنزل كمان عليهم بفصين كده من الثوم. تمام. الثوم المفروم. ايوه. ونقلب الارنبيط بقى، فوايده رهيبه. هنحط الخضره، احنا بس بنخلي الدقيق يدوب شويه. بالظبط. عشان ما يعملش اي تكتلات. عايزه تقولي فوايده يا رانيا. ابتدي تذاكري يا رانيا. مليان فوايد. مليان فوايد. يعني في زنك وفي فسفور. بالظبط. في بوتاسيوم. يعني بيغنيكي عن اي حاجه. النهارده انت مهتمه جدا بكرات الدم الحمراء واهتمامك جدا بالهيموجلوبين. بالظبط. والبتنجان حديد. احنا بقى عايزين الايام دي ناكل حاجات فيها فيتامينات كتيره جدا. مع فصل الشتاء. مع فصل الشتاء والناس كلها تعبانه، فبنحاول ان احنا نخلي الموضوع كده لطيف شويه. طب الحمد لله. هننزل بقى بشويه خضره مشكله. تمام. كزبره وشبت وبقدونس. وهنبتدي نقلب. كزبره وشبت وبقدونس. اوكي. الخضره طبعا بقى مفيده، كلكم عارفين فوائدها. تمام. وهنزل بقى بالتوابل بتاعتي، ملح وفلفل وكمون ورشه من الشطه ورشه من الكزبره. تمام. وفلفل اسود طبعا. حلو. هنزل كده بكل التوابل بتاعتي. بالظبط. انا بقى مجهزاهم من كل معلقة حاجه كده. من كل حاجه معلقه. تمام. تمام زي ما انتم شايفين كده. ونقلب تاني. انت حطيتي شطه وملح وفلفل؟ انا حطيت شطه وملح وفلفل وكزبره. كزبره ناشفه، وطبعا في الخضره كزبره خضراء وشبت وبقدونس. تمام. بس كده. هجيب بقى الارنبيط بتاعي. يلا يا رانيا واحده كده سريعا. يلا هنبتدي نعمل اهو. ايوه. هبتدي انزل في الخليط بتاع اللبن والدقيق. اللبن والدقيق والخضره. هطلع على دقيق بنشا. في ناس بقى مش بتعمل الخطوه دي. تمام. في ناس بتاخد من الخلطه على طول وتقليه في الزيت. بس ده لو قعد هيشرب زيت وهيكون طري. يعني هنيجي ناكله كمان شويه مش هنرضى. احنا هنحطه في الخلطه بعدين نحطه في الدقيق.
وبعد كده هنبتدي بقى ايه نقليه زي ما حضرتك شايفه كده. انت عايزه دي اخر حاجه بالظبط، دي بالنشا، ودي حاجه مهمه تاني. تمام. نقول الخطوات، هناخد القرنبيط في الخلطه وهننزل بعد كده في خليط الدقيق والنشا. والنشا طبعا انا قلت لحضرتك قبل كده ان هي ما بتخليش الحاجه تشرب زيت. تمام. اي كوبايه دقيق عليها 2 معلقه نشا صح؟ بالظبط. طيب شفتي انا حافظه ازاي رانيا اهو، شفتي بقى خلاص. القرنبيط سهل وبسيط جدا، وعايزه اقول لحضرتك يعني بيقوي المناعه جدا، في فوائد رهيبه رهيبه. ماشي رانيا، بصي هو واضح ان عندنا تفاصيل كتير، واكيد تاخد عندها اسئله اكتر من التفاصيل بقى اللي عندنا، وانت يعني محليه الدنيا بالشوكولاته والكيك الشوكولاته، لكن اكيد هتبقي معانا على مدار حلقتنا، وهنرجع لك تاني انا وتغريد، وهنشوفك بقى تكوني خلصتي كل حاجه ونعرف منك التفاصيل ان شاء الله. يا بنعود مره اخرى مشاهدينا، بنستكمل اسرار المطبخ مع شيف رانيا ورباب. ويعني رباب الحقيقه تبعت حاجات كتير قوي. عارفه الارنبيط. ايوه الباذنجان. عارفه عشان انا قلت ده اللي هيلفت نظرك. الارنبيط الارنبيط كنت بس الارنبيط طلع غير ما كنت متخيله يعني. يعني هي قعدت تقول كده مقرمش. ايوه هو يعني مقرمش كده وكرانشي كده، حلو قوي. حلو جدا. قولي لي بقى كمان، انت عملتي الكيكه الشوكولاته دي بصوص الشوكولاته، فعارفه كل الشباب والاطفال بيحبوا قوي ده، وبتتقدم كمان في اماكن وبتكون غاليه برضو. احنا عاملينها بمكونات سهله قوي. حلو. بيضتين مكونات بتاعتها، كوبايه ونص من الدقيق ونص كوبايه من الكاكاو الخام وكوبايه من السكر وكوبايه من اللبن. أوكي. ونص كوبايه من الزيت، وبنضرب كل المكونات دي في الخلاط. الدقيق بقى بنجيبه بننخله عليه كيس بيكنج باودر او معلقه كبيره بيكنج باودر. أوكي. وطبعا على الخليط البيض واللبن بنحط مثلا 2 فانيليا لكل عدد بيض، واحد فانيليا. وبنخلط كل المكونات دي مع بعض، وبننزل بقى على الخليط المواد الجافه. لا الصوص ده مكونات لوحده. يعني احنا دلوقتي بنعمل الكيك بس، الصينيه بتاعتنا بندهنها بالزبده وبنبطنها بالدقيق كويس جدا. كويس. وبندخلها الفرن على درجه حراره 180. حلو. لمده نص ساعه. بس كده الصوص بقى بتاعنا كوبايه من اللبن، كوبايه من السكر، نص كوبايه من الكاكاو الخام، ومعلقتين من الكاكاو المحلى، وبنخلط كل المكونات دي مع بعض، ونص كوبايه من الزيت. طيب اهم حاجه في الموضوع ده ان انا لو حطيت الصوص ده وهي مثلا مش هاكلها النهارده هاكلها بكره، تفضل يعني بنفس الشكل الفريش ده ولا في حاجه هنا بقى؟ انا هنا حاطه الصوص عشان الكاميرا طبعا. يعني الصوص ده يفضل هي وقت بناكل. وقت ما بناكل، لان الكيك كمان هيخليها ممكن بايشه شويه. يعني انا هنا لما حطيت ما حطيتش كتير. حطيت شويه كده عشان الكاميرا برضو. يعني الصوص بقى بيبقى عند التقديم. اوكي حلو قوي. ما انا عشان كده بسالك ممكن تبوش كمان شويه. بالزبط. وطبعا ما بنقدرش نحط عليها اي صوص غير لما تكون بارده، يعني ساعه كده عشان ما تكونش سخنه فتبهدل الدنيا بقى. تمام. هتفتت مننا مش هتكون لطيفه. الطماطم انت عاملاها حلوه قوي. طماطم مخلله وباذنجان وحاجه جميله وعيش حلو قوي بلدي. قولي لي انت نفس اللي حطاه على الباذنجان هو الطماطم؟ طب احكي لنا الحكايه بقى مع بعض. الثوم وخل وليمون وكمون وملح وفلفل اسود ورشه من الشطه ورشه كده من الكزبره. دي تتبيله اي حاجات فيها خل وثوم. تمام. يعني حتى تنفع كمان للسمك. تمام. خدت عليهم معلقتين من الطماطم وعلى البتنجان. تمام. بس كده. والبتنجان ده انا مقطعه مكعبات وقليه في زيت سخن ومطلعاه بالشكل ده. وقبل طبعا ما نقليه، اول ما نقطعه بنحط عليه ملح، شويه ملح. وبننشفه بمناديل مطبخ وبنقليه في زيت سخن عشان ما يشربش. رانيا لو انا هعمل نفس الفكره دي بس من غير ما اقليه اشويه، هينفع جدا، هيبقى صحي اكتر كمان. لو حد عامل دايت ممكن كمان نضيف شرايح من البصل المشوي، نشوي كده بصل. ده تبقى حلوه قوي دي. طماطم مشويه وفلفل مشوي في الفرن. أوكي. بيكون وجبه حلوه. لو حد عامل دايت بتكون حلوه قوي. مغذيه. طبعا انا ما تخيلتش القرنبيط كده. القرنبيط القرنبيط ده فيه تريكات فيه. يعني كل بيت غير التاني. دي بقى النقطه. في حد يعني في العين بتاكل الاول طبعا. القرنبيط انا قلياه الخطوات المهمه لاي حاجه بنقليها في زيت، لازم يا جماعه نضيف معلقه النشا.
أوكي. على دقيق على بقسماط، ما بتخليش الحاجه تشرب زيت. طيب. تمام. انا نهاية. بشكرك جدا شيف رانيا، شكرا لحضرتك، نورتينا وشرفتينا ورباب بشكرك جدا جدا. وطبعا بنفكركم بالفيسبوك بتاعنا زينب تعمل بيوت. بشكرك جدا يا تغريد، بشكرك جدا شيف رانيا، تسلم ايديكي، كنت منورانا. مشاهدينا كده نكون وصلنا معاكم نهايه فقره مطبخنا وكمان نهايه حلقتنا. بتمنى ان انتم تتابعونا، هنكون متابعين معاكم دايما اللي بيدور داخل شرم الشيخ، واكيد هنكون كمان متابعين لكل اللي بيدور حوالينا. خليكم معانا دايما كل يوم زينه بطعم البيوت. الريحه الخطيره دي طالعه من هنا، فاحت وجرت لنا رقنا كلنا. بقول لك ايه، ما تهيأ بينا نعزم جيراننا وصحابنا واهلنا، شكلها اكله منه واللي بيلمنا. طب وطي النار لسلسوا مننا. اوه الله الله الله، ودي معلقه من وش الحله، لا من قعر محروقه ومقرمشه واسمها مناديس. الله الله الله، نقلك ومسمس وتسلى، ايوه انطق ابدا عنها بحته بليز. اوه الله الله الله، ودي معلقه من وش الحله، لا من قعر محروقه ومقرمشه واسمها مناديس.